لا شك إن كل البلد وكل مصر وكل مواطن مصري مخلص في حالة حزن على ما حدث، ولكن هذا الحزن لا ينسينا واجبنا القومي والوطني، لأن إحنا لو زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر كان مخطط لها حاجات زي بعض الدول المجاورة، ولكن بفضل عناية الله أولا، وبفضل يقظة قواتنا المسلحة ثانيا، وبفضل القيادة الرشيدة للقوات المسلحة ولشرطتنا برضو القوات الباسلة، ربنا عدانا من هذه المحنة ومن هذا الكابوس اللي كان بيخطط لينا. زي ما قال الأستاذ عصام، أكثر ناس يحسوا بالمؤامرات اللي بتكانت بتحاط بمصر القبائل العربية. ليه؟ لأن معظم المحافظات الحدودية يقطنها أبناء القبائل العربية، فنحن أبناء القبائل العربية أكثر ناس إحساساً بالمخاطر التي تحيط بالوطن. وعشان كده بقول إحنا لابد أن نكون في المقدمة، في المقدمة للدفاع عن هذا الوطن مهما كانت التضحيات ومهما كانت الطرق. اللي نحن النهاردة في حالة حرب، وحالة حرب يعني معنى كده أنها ظروف استثنائية، فلابد أن يكون تصرفاتنا برضو تصرفات استثنائية، ولابد أن نكون نحن أبناء القبائل العربية، وهذا دورنا أن احنا نكون في مقدمة المدافعين عن هذا الوطن بكل الطرق المتاحة. ندافع عنه ازاي؟ اولا نقف ونؤيد وندعم قيادتنا اللي موجودة حاليا، ندعم قواتنا المسلحة، كل ما يطلب من القبائل العربية نحن على استعداد لتقديمه، لان احنا في مرحلة ومرحلة حساسة، والبلد بتمر في مرحلة خطرة، لابد ان نكون من اول الداعمين للدفاع عن هذا الوطن. وانا بقول زي ما قال الاخ والزميل الاستاذ عصام، ليس بيننا رئيس ومرؤوس، كلنا اخوه وكلنا ايدينا في ايدين بعض، وزي ما بيقولوا خادم القوم سيدهم، فكلنا خدام لهذا الوطن، كلنا عندنا استعداد ان احنا نقدم حتى ارواحنا لهذا البلد، وهي رخيصه لو قدمناها، لأن البلد محتاج إلى رجال، والرجال موجودين، والقبائل العربية من أصغر واحد لأكبر واحد كلها عبارة عن نموذج للواطن المصري المخلص لهذا الوطن. نتمنى للجميع التوفيق، وللوطن أن يمر من هذه المحنة بسلام إن شاء الله بإذن الله، وربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.